مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من العاصمة واشنطن. هذا اليوم نحن هنا في المركز الثقافي العراقي حيث افتتح الدكتور ماهر دليل الحديثي هذا المركز وهو أول مركز في العالم. خليكم ويانا حتى نتابع افتتاح المركز الثقافي العراقي في واشنطن. اهلا وسهلا بك معالي الوزير في الولايات المتحده الامريكيه وبالتحديد واشنطن، والف مبروك لافتتاح اول مركز ثقافي عراقي في واشنطن. سؤالي هو لماذا اخترتم الولايات المتحده الامريكيه لافتتاح اول مركز ثقافي عراقي؟ الحقيقه نحن طلبنا من العديد من الدول، من دول العالم، الدول العربيه والدول الاجنبيه، باستحصال موافقات منهم لافتتاح مراكز ثقافية عراقية فيها. طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية ومشكورة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الثقافية بتلبية هذه الدعوة وإنجاز الموافقات. نحن طلبنا من كل الدول العربية ومن عدد كبير من الدول العربية ولم تحصل الموافقات لحد الآن، بل كانت مؤجلة، وأبلغنا بأنه ينظر في الأمر لاحقا، ونحن نحرص ونؤكد حرصنا على أننا نتطلع إلى اليوم الذي تنفتح فيه الدول العربية للثقافة العراقية لنفتح فيها مراكز ثقافية، لكننا مع ذلك ننظر إلى المركز الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه ذو دور فاعل في نشر الثقافة العراقية ليس فقط في الوسط الثقافي الأمريكي، بل أننا نعرف أن هنالك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ومن المراكز الثقافية العربية والأجنبية متواجدة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ننتهز فرصة افتتاح هذا المركز لكي نتواصل مع الثقافات العربية والأجنبية فضلا عن الثقافة الأمريكية. من هنا تأتي أهمية المركز الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية. هل نتوقع بالأيام القادمة أو الأيام سنشاهد ترابط العلاقة الثقافية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد هل سيكون هناك فعاليات أو وفود من الثقافة الأمريكية داخل العراق لتقارب الثقافة العراقية؟ I think that's the goal. That's the goal that our government has, and we hope the new Iraqi government will have as well, which is to increase. في الحقيقة هذا هو الهدف لدى حكومتنا، ونتمنى أن يكون لدى الحكومة العراقية كذلك، مما له الأثر في زيادة نشر التعليم والتبادل الثقافي لدى البلدين، خاصة إن العراق لديه الكثير ليقدم لنا. ومع ذلك فإن الهدف الأهم هو تقوية العلاقة بشكل عام، تأكيداً لما دارت حوله الاتفاقية الاستراتيجية المنعقدة في تشرين الثاني عام 2008. ونحن نسعى وبكل جد للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة حول التغييرات في كل هذه النواحي. هناك تقبل كبير من الجمهور الأمريكي للقضايا الثقافية، وهم طبعا باعتبارهم بلد حديث التكوين نوعا ما بالنسبة للعراق، يعني كلهم 200-250 سنة. العراق تاريخه يعود إلى آلاف السنين، يشدهون يعني يدهشون لما نتحدث معهم عن تاريخنا الطويل المديد. فهناك تعطش للاطلاع، وهذا شيء مكمل للرسالة السياسية اللي نحاول نوصلها، يعني تتكمل الصورة عندهم. أكثر الناس بأمريكا يصورون العراق كله تفجيرات وقنابل وعنف وحروب، ماكو شيء آخر، ماكو جانب إنساني.
احنا نحاول نبين لهم انه بالعكس هو الجانب الانساني هو الاصل، وهذه حاله عابره نمر بها، حاله مرضيه عابره، لكن العراق يرجع الى عافيته، لكنه في على مدى العصور هو بلد خلاق ومبدع وانجب الكثير من العمالقه في الفكر والثقافه، فهذه فرصه نقدر نتباهى بها بثقافتنا. سعادة السفير، إذا نرجع للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك كان جانب ثقافي بين العراق وأمريكا من خلال هذه الاتفاقية، وبالتحديد اتفاقية كانت جدا مهمة، فتح أول مركز ثقافي عراقي في العالم وكان في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا على بالي كنا اليوم نتحاشى السياسة، فرحانين بالمركز الثقافي، بس ما راح نقدر نتحاشى السياسة. الحقيقة هي مو الاتفاقية الأمنية، اكو اتفاقية أخرى، اتفاقية الإطار الاستراتيجي، اللي تحدد علاقة العراق مع الولايات المتحدة على الأصعدة غير العسكرية، على الأصعدة الثقافية، الاقتصادية، الدبلوماسية وإلى آخره، بس واحدة من عدها الثقافية، فهذا يجي في هذا الإطار، وإطار علاقة طويلة المدى، هذه خطوة أولى هامة في هذا الاتجاه. سعادة السفير، إذا نتكلم عن دور السفارة العراقية، ماذا قدمت السفارة العراقية للمثقف العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت تعلم أنه عدد كبير من المثقفين العراقيين يعيشون وضع مادي صعب جداً؟ بالتأكيد السفارة كما تعلمين طاقمها محدود، مواردها محدودة، لكنه على علم تماما بالحاجة الكبيرة للنشاط الثقافي. لو متابعة نشاط الثقافة كان شفتي أن الثقافة أن السفارة قامت بجهود كبيرة في أول مايس، يعني قبل حوالي 8 أيام بالتحديد، السفارة أقامت مهرجان ثقافي، فتحت أبوابها للجمهور الأمريكي، وكان من أنجح المهرجانات الثقافية هنا، أكثر من 2500 مواطن أمريكي دخل إلى السفارة العراقية بين الساعة 10 والساعة 4 بعد الظهر. قدمنا لهم عينات من تاريخنا القديم، من تاريخنا المتوسط، موسيقى عراقية، أكل عراقي، الدبلوماسيين والدبلوماسيات لبسوا لبس عراقي، كان ركن للأكراد، ركن للآثوريين، كانت دبكات شعبية، كان مهرجان حقيقة ناجح جدا. احنا باستمرار نحاول نعكس الوجه الثقافي للعراق، لان هذا يعزز المهمة الدبلوماسية مالتنا. المهمة الدبلوماسية لا يمكن ان تقتصر فقط على ايصال الرسائل بين حكومتين. سعادة السفير، وهذا يشهد له أكيد كل المثقفين المتواجدين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أريد منك قبل ما أنهي هذا اللقاء القصير جدا، ماذا تتمنى للثقافة العراقية؟ الثقافة العراقية لابد أن تزدهر، تزدهر الثقافة. الحقيقة احنا في العراق الشيء العجيب أنه ثقافتنا الشعر، الرسم، النحت، الكتابة تزدهر في اوقات الاوقات الصعبه والاوقات والاوقات المستقره. احنا نتمنى ان يكثر هذا الازدهار ويتنامى بعد الاستقرار السياسي والامني، وان الطاقات الكبيره العراقيه الموجوده، الطاقات الفكريه والثقافيه الكبيره الموجوده خارج العراق، تبدا بالعوده الى العراق لكي تبني صرح جديد ومرحلة جديدة من الثقافة في العراق، اللي نباهي بها ونتنافس بها مع بقية الدول في العالم.